اسمح لي اسالك. ايوه فندم. هو مش احنا بنستورد الصودا عيش من بره؟ ايوه فندم. عشان كمنتج بنستفيد منه هنا في الانشطه الصناعيه بتاعتنا. اه طبعا. طيب انت محتاج تعمل دراسه جدوى في ايه؟ انا خليني بس معلش، احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. أيوة مع بعضنا يا جماعه. أيوة لما طرحنا مشروعات الدكتور مصطفى، القائمه اللي قلنا عليها، قلنا القائمه دي هي عباره عن منتجات ومستلزمات انتاج مصر بتاخدها بقالها سنين طويله جدا، وقلنا القائمه ديت موجوده في وزاره التجاره والصناعه والبنك المركزي ووزاره الماليه ومتاحه كبيانات تطمنوا منها، واحنا حطيناها في قائمه 150. مش كده يا دكتور مصطفى؟ انا ما اقصدش بكده انك ما تعملش، ما اقدرش اقول لك ما تعملش دراسه جدوى، لكن عايز اقول ايه، يعني جدوى الموضوع محسوم. انا لو بعمل موضوع مش عارف ابعاده ايه والسوق بتاعه محتاج ايه، هقول ان ده محتاج ان انا اجيب متخصصين يدرسوا المشروع دوت في فرصه ليه النجاح ولا لا قبل ما اقدم عليه وانفذه. يعني كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه في ابدا هو عباره عن مشروعات لمستلزمات انتاج او منتجات السوق المصري. يعني اديك مثال، مثلا حد يعمل مشروع دراسه جدوى عن مثلا تصنيع اطارات الكاوتش في مصر. في ناس بتعمل كده، تقول له اعمل المشروع يقول لك طب انا بس هعمل دراسه جدوى. ممكن يقول لك اصل في اعتبارات قد لا تكون واضحه في تكلفة الإنتاج، وبالتالي قد يكون المنتج بتاعي غير منافس للمنتج الخارجي، ممكن. لكن أنا بتكلم على صودا عيش بالذات، يعني لأن الموضوع ده اتكلمت فيه من 5 سنين، وقلنا يا جماعة لو سمحتم، وأنا الكلام اللي بقوله مش عايز أقطعك وأنت بتتكلم يعني، بس إديني فرصة. لأن أنا هدف من الكلام اللي أنا بقوله ده مش لحضرتك يعني، أنا هدف اللي بقوله ده لكل الحاضرين دلوقتي موجودين معانا هنا من رجال الصناعة، واللي إحنا بنقول إن إحنا مبقاش عندنا وقت نفقده أكتر من كده في الدراسات. في ايه؟ في الموضوعات المحسومه. في الموضوعات المحسومه، انت تفتكر في حد هياخد طاقه ارخص من الطاقه اللي انت تاخدها في مصر؟ لا بجد. لا فاهم، مفيش. غاز او كهرباء. انت عارف ان لو سعرت الكهرباء النهارده على التسعير الحقيقي ممكن تضرب الرقم اللي بتدفع دلوقتي 10 مرات؟ اقل من 5 مرات. يعني وده مش هيحصل، احنا حريصين على الاستقرار، استقرار كل حاجه. انا مش بقول كده برضو تاني عشان اللي بيسمعوني، بس انتوا بتضيعوا وقت كتير قوي، انتوا بتضيعوا وقت كتير قوي وفرصه كبيره جدا. واتصور ان اي تحدي موجود عندنا دلوقتي في مصر وخلال السنين اللي فاتت، كان انا اتصور ان التحدي بيولد فرصه، بيولد فرصه مش بيولد عقبه زي ما الناس متصور. لا والله، التحدي بيولد فرصة والأزمة بتولد فرصة. لو إحنا كان عندنا عندنا الإرادة والاستعداد. أنا هقول لكم حاجة، في كتير من الأنشطة اللي بتتعمل بتبقى محتاجة الدراسات ديت عشان نطمن إن هي تبقى، لكن في حاجات باينة جدا واضحة جدا، زي موضوع الخامات الدوائية اللي بيتكلم عليها، زي موضوع ال المعدات كلها اللي احنا بنجيبها. يعني النهارده لما بنتكلم على ترمبات لغايه ال 80 طن، يا جماعه احنا بنتكلم على حاجه كريمه هيتصرف عليها حوالي 1 تريليون جنيه، وهتفضل في عمليه احلال وصيانه لها خلال السنين اللي جايه. يعني ما حدش يعني يبقى قلقان قوي على ان المنتج اللي هو طالع معاه ممكن يتعرض ل، طيب لو في مشكله احنا مش هنقف جنبك؟ انا بقول الكلام ده برضو مش لحضرتك، هي جت فيك انت لكن بقول لكل الناس اللي ورا مننا واللي بيسمعونا دلوقتي، يا جماعه اذا كنت بيقول لي 100 مليار دولار بعد 5 سنين، ده الحلم كده يبقى بعيد قوي، ده بعيد قوي. انا بتكلم بجد، عايزين البلد دي تقوم وشعبها يحس بشيء من يعني من الازدهار. لا الارقام دي مش فثلاث اربع شهور قبل ما ندرس وبعدين نشوف التمويل وبتاع، نبص لقى المشروع ده بيطلع بعد 2-3 سنين، عقبال كمان ما تعمل تعاقدات المواصفات الفنيه بتاعت الموضوع، وبعدين المواصفات الماليه بتاعت الموضوع، وبعدين يبتدي يوردوا لنا الشغلانه بتاعت المصنع، تبص للمشروع اللي انت بتتكلم عليه. انا بكلمك، خلي بالك انا بقالي 7 سنين في الشغلانه دي، يعني مش
مش انا بقالي 7 سنين في الشغلانه دي، وعارف ان المواضيع ديت بتتاخر يا دكتور مصطفى وبتضيع علينا فرصه. انت بتتكلم على السودا ايش؟ يا نهار ابيض، انت هو بكام؟ احنا مش استنى بس، 700,000 طن؟ هم 600,000 طن. طب ماشي، انا غلطان. انت بقى هتطلع كام؟ المشروع بتاعك 500. خايف من ايه؟ لا طيب هقول طيب فخامتك صح، كلام حضرتك صح 100%، مفيش فيك، لان الخامات كلها موجوده في مصر. الخامات الاساسيه بتاعته سواء الكالسيوم كربونيت او الملح او الغاز، ثلاثه موجودين في مصر. فطبعا وهساعدك. صح، وهساعدك. تمام يا فندم. هي يمكن بس، يمكن بس دراسه جدوى، اللي هي دراسه جدوى بنكيه، عشان مشروع بحوالي 500 مليون دولار، فجزء هيبقى تمويل من المساهمين. بقول لكم كلكم يا اللي هتشتغلوا في ابدا، انا مستعد اخش معاكم بالنص. بتكلم بجد. بتكلم بجد. تمام. بس اوعى تفتكر ان انا بخش معاك بالنص يا دكتور مصطفى، عشان عايز اخش معاك. يعني لا، عشان اشجعك انك انت تبقى مطمن ان في جزء من المخاطره الدوله معاك فيه. والله تمام، انا بحلف بالله الهدف من اللي انا بقوله ده ما في هدف منه غير ان انا اشجع رجال الصناعه في مصر، وكل من هو محتاج يتحرك معانا اقول له اطمن انا معاك. عايز نخش معاك بكام؟ 30% اهم، 50% اهم. تمام، خدت بالك؟ اكتر من كده انت حر، بس انت لازم تدير شغلك. لا انت كده. لا لا خلاص، المشروع ده فعلا يا فندم ده لازم يتعمل، مفيش فيه. لان طب يلا، ف مالك بالبنك بقى؟ البنك بقى خلاص، وحضرتك قلت خلاص حلقها. حضرتك حليت الموضوع خلاص.